كيفاش كانت تتجاوب معكم هي؟ هي أثناء الفحص السيدة تنشوف بأن السيدة تنحاول تن ما تقتنعش بأن خاطر تقول لها ما كاينش الحمل هي تقول لك راه الحمل كاين. نرجعوا حنا للحالة ديال لا غروسيس نيرفوز ديال الحمل الكاذب ونرجعوا شو هما النساء اللي تكون متعرضة. بحال اللي قلت لكم قبيلة النساء اللي تكون متعرضة هما النساء اللي تيكون عندهم الرغبه كبيره في الحمل ولا الخوف من الحمل. الا رجعنا لهاد السيده من كنا تنسولوها لقينا بان السيده ملي كان عندها 18 عام 19 عام تزوجات ودرت الحباله الاولى ديالها وما لوغوزمون ديك الحباله الاولى تكملت بواحد الوفاه ديال جنين في الكرش ديالها ملي كانت حامله بتسع شهور وفات تسع شهور ومات لها جنين في الكرش ديالها ولدات عادي كان ولد ذكر بطبيعه الحال ابن ذكر ومتوفي ومن بعد منه حملت بجوج بنيتات وبقات ديك الرغبه عند السيده انها تحبل وتحبل بابن. انت باش تقول تقول عندي وليد في كرشي ومسميها كاع سميات داك داك دونك هاد الرغبه اللي عندها وهاد الخوف لان حتى هو من الوفاه ديال الجنين في الكرش هو اللي جعل يمكن يكون عندها هاد الحمل تسميه الحبل الكاذب.